الحين انت وراك جالس في الزاويه كانك مفك صلصه ورا ما تطب تتحرك، خذ لك فره. فره شايفنا بالتون يا ورع. بعدين وش وضعك انت وخشت الفحم ذي اللي لابسها؟ يا للذبة النايمه. ذبه نايمه مب نايمه؟ تبيني اسبح؟ طب طب وطب، ولا ما تعرف تسبح وخايف تغرق؟ يا حبيبي سبحنا بمحيطات مو بعاد شاليه. وصل 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 وصلت العصيرات. مين قال عصير؟ جئت وجابك الله. انا ابغى البوكس كامل، ابغى اخذ لي كم سناب على المسبح. يا ليل التشخيص النايم، مسوي فيها في المالديف انت. عطني عطني فوكادو. بالله شكش لا تعطيه، خذ العصير وذبه في المسبح، نبغى نشوف يعرف يجيبه ولا لا. لا يا شيخ مسوي تحجر، ذبه اذا ما جبته بسناني ما اكون عامر. يا ابوي اعترف، تعرف تسبح ولا عليمي؟ عليمي انت واشكالك. ذبه علمك من العليمي الحين، ذبه. هيا جيبه. يا عيال وش سالفكك؟ خلنا نروح الاستراحه. استراحه استراحه، انت ما مليت بالاستراحه؟ يلا وش عندك جدول؟ متعنا سمعنا. عندي نستاجر دراجات وكذا لفلفه فادي حنيفه، ولا كيف يا عامر؟ ها يا عيال ابي اصير كابتن طيار. كابتن فريق ما تقدر، وانت حتى لحاك كور ما تقدر. يا ورع ايش فيك تحطم خوينا؟ ما عليك منه يا عامر، تراك تقدر قدها وقدود. حقودي انت ليه حقود؟ ما انا حقودي، انا اعرف عامر ما يقدر. دامك دخلتها براسي يا كفته، اذا ما سويتها ما اكون عامر. يلا يلا يا شكوش اضغط مثلث. يا سبها، انا اللي مهاجم، ايش دخل شكوش؟ انا اقصد اني مع الكوره، يضغط مثلث. يا فقي احنا في منطقه الدفاع، كيف نضغط مثلث؟ هذا التوجيه اللي ربنا يحرمنا منه. سلام يا عيال. الشرطة بوليس. بوليس شايفنا في فيلم مصري؟ أنا عامر يا درج. هذا صديقنا عامر، اشتغلت بالفندق. فندق بعينك، أنا كابتن طيار يا اللي من بقايل. والله سويتها وحققت حلمك يا بطل. أكيد بيسويها، صار له سنتين الذيبان. حياك الله مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. قويكم إذا حط شيء براسه سواه، وشكرا لك يا كفتة أنك حطيتها براسي. ورا ما تقوم تسلم مثل العيال، ولا ماني مالي عينك؟ لا لبسك هيبة خوفتني. تفضل تفضل يا عامر تفضل. أسري حيو. ما عليك منا يا عامر، بالله علمنا كيف سواقة الطيارة؟ نفس السيارة ولا تختلف؟ تختلف 180 درجة. أوب. طيب طلعت رخصة لسه؟ لا علي مخالفات بسددها بعدين أطلع رخصة. تستهبل أنت، توني جاي من رحلة 10 ساعات. بالله عامر تكفى، صمنا شكل الطيارة وانت تسوقها. أصور لغيركم يا خوي، أنتم تطلعون. إيه لازم نشوفك، يمكن انك مختفي في البيت مسوي نفسك تدرس. يا عيال سكتوا ذا. اسكت يا فقر، تخرب علينا الرحله. يعني شلون بتاخذ فينا فره؟ وين فره يا ابو فره، راكبك سنت. يا عيال بكره عندي رحله لجده، تطلعون معي صد رد. ابرسل لكم على الواتس التذاكر ورقم الرحله. اوكي اوكي. انا معاهم عامر. طبعا انت معنا. الله يعطيه العافية عامر، زبطنا تصبيط. يا ابوي هذول ايش وضعهم؟ شكلهم جايين مشي. والله مدلعنا عامر. بوردينج. احنا اصحاب عامر سواق الطيارة. تفضل انتم درجة أولى تفضلوا. هيا هيا هيا. هذا مكاننا يا عيال. ياسر أبيلس جنب الشباك. مو على كيفك، البوردنج يقول هذا مكان كفتة. كفتة بالكفاءة يا حبيبي. أبغى أجلس جنب الشباك عشان أبغى أشوف الأرض والغيوم. كل هذا عشان تبغى تجلس جنب الشباك؟ لا 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 يا مصلحجي. كيف الوضع؟ كل شيء تمام كابتن. أنا مستغرب من عامر، ليه ما استقبلنا عند باب الطيارة ورحب فينا؟ يا أبويا هو فاضيلك؟ أحمد ربك إنه جلسك درجة أولى على حسابه. لسه حاقد عليا. عشان تبغى تجلس ها؟ لا 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 تحاول.
يا ربي انفتح الشباك وطيح على وجهك. يا امي البوردنج يا عمي. ها بطاقة صعود الطائرة. اي هذه هي. شوفي هذه بطاقة المستشفى، ابي بطاقة صعود الطائرة يا عمي. يا بنيتي يبت الحلال، اصبر اشوف. ها اي تن هذي اشوفيها. الا هذه ها هذي بي تو. ما بي شي انا يا بنيتي، انا بي متاني بس عشان اروح اجلس واستريح. يا عمي مقعدك بي تو، تفضل معي وانا بساعدك. ما دلاه بعد كلميني وانا اروح وانا اجلس، اقولها بس واخري اعرف وانا اقعد. انا حول ولا قوة الا بالله. تفضل العافية. الله يعافيك. أنت حالياً عند مخرج الطوارئ، لازم تقرأ التعليمات اللي موجودة. في حال لا سمح الله صارت أي إشكالية، كل اللي عليك إنك تفتح الباب. شايفني أنا شغال بواب طيارة، أنا جايب دراهمي مخدوم محشوم. هذه التعليمات الله يسلمك. أي واحد يكون قريب من مخرج الطوارئ هو اللي يفتح الباب. تبطي عظم، وظفوا لكم أحد يفتح لكم بيبانكم. كابتن عامر. هلا. الراكب اللي عند مخرج الطوارئ رافض كل التعليمات. مو على كيفه، شيك على الكفر الامامي. ها ابشر. هذا هو. ايه هذا هو. الحين جايب ذا فزعه معك. الباب والله ما افتحه، لو تجيب اللي تجيبه. ما نبيك تفتحه يا القوي انت، نبيك ترجع ورا وبنجيب واحد بدالك هنا. سلامات، مقعد هذا انا تنقيه نقوى عند مخرج الطوارئ عشان امغط رجلي وتمدد. لا يا شيخ نقوى منقى. هي منقى. اقول اسمع، تبي ترجع ورا وانت ما تشوف الطريق ولا ترى بنجيب لك الامن؟ الامن لا سلام، ما توصل وانا اخوك. خلاص خلاص الباب بفتحه. لا خلاص ما نبيك تفتحه، ارجع ورا ارجع ورا ولا بنادي الامن. لا لا سم سم ابشر 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 معونه تكفى من ارجع. وين بس وين ما وين اقعد وراك كذا؟ خفت وش انا ابو حركات يا اخوي. معونه من الرده تكفون، فكونا من الم. خلاص يلا لا حد يشوفك. سم سم قم قم. استر على ما جهت. خلاص انت لا تصيح، هذا مكانك، لا تفتح باب ولا شيء. اوكي ابشر. تعال معي انت. يعطيك العافية. هناك هناك يا الحبيب. أبو شليوي لو أني فاتح الباب بركلي. أسمع الحين ضبطتك، مكان واسع تمدد رجلينك تنام تفل أمها، بس زميلي عنده تعليمات اسمعها زين. عزيزي هذا مخرج الطوارئ، لا سمح الله إذا صار أي شيء ما عليك إلا تفتح الباب. أفتحه! أصلاً دائماً أخوياي في الاستراحة وبالأخص شبيب عطلة ما تعرف أنت، ما تعرف ما تعرف، دائما يسميني أبو المفاتيح لأني دائما أفتح بيبان استراحة وكذا. الله يوفقنا وياك. يا أخي العزيز تفتح بحالات الطارئة بس. حالة الطوارئ ما غيرها. أبشروها بس سعد، أبشروها بالرجال اللي يبيض وجهك. أنا رجال بعطيك رقمي، ومتى ما بغيت إني أفتحه عطني رنة. وش الوضع؟ الوضع ما أرده من ذاك إلا ذاك، لكن تدري شلون؟ خلى علي. أقول يا الحبيب التيشيرت حقك. والله يعني لا أخفيك سر، حق شبيب عطلة صح؟ وش دراك؟ واضح واضح من شكلك أول مرة تلبس تيشيرت. لكن اسمع خلك رجال وانضبط أوكي؟ ولا بفضح فيك هنا بالطيارة على هالخشم. أفتحه يا الحبيب. لا 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 تكفى تكفى، ابى قدام ابى قدام، والله ما عاد اتكلم التوبه. تكفى تكفى يا كابتن تكفى. يا عم ذا مقعد ولدي، راجع البوردق وشوف. مرحبا امروني. الرجال قاعد في مكان ولدي ورفض يقوم من مكانه. يا عم تفضل معي، هذا مكان الولد. قوميني انا الشايب عشان ذا البزر لا حديث بس. يا اخي احترم نفسك، ترى هذا مقعده ما هو مقعدك. يا عم انت مقعدك في الدرجه الاولى وقلت لك من قبل شويه. اهي مقعده في الدرجه الاولى وانت تحاشرنا هنا؟ طيب ما دام انت الحين تقول الدرجه الاولى الدرجه الاولى، خذ ولدك انت وروح للدرجه الاولى، وراك تحاشرني انا.
يا عم هو يبي يقعد جنب ولده وانت مقعدك بالدرجه الاولى، تفضل حياك معي. هذا الدنيا صاروا الورائين يقومون الرجاجيل من محلاتهم. لو سمحت شوف لك مكان ثاني. خير ان شاء الله، وانت مين اروح؟ هذا مقعدي. مع نفسك. حي ولد عرضنا عامر. عامر صاحبي. سلامات، وش السالفه؟ ربي جابك، هذا خوي الطيار عامر، انا وياه 24 ساعه مع بعض، ترى بخليه ينزلنا الدمام بدل جده. على كيفك انت وهو، واذا خويك وش تبينا اسوي؟ لو سمحت قوم، ما بالرجال يقعد جنبي. شوف عامر ايش تقول؟ تبي تقومني من مكاني؟ هذا وانا خويك وانا ضيف عندك. اما عاد ضيف، قالت ببيتنا انت. خلاص، تعالت كنت هنا وخل شيرين تجلس لحالها. طردتك البنت، طردتك.